السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اعتبار تكملة لحلقة سابقة، احنا تكلمنا قبل كذا عن البليك الاسمنتي اللي واضح قدامكم، وبنينا فيه سور المزرعة. طبعا البليك هذا من مخلفات المصانع، المصانع تنتج بليك، ولما يكون مواصفاته أقل من المطلوب بيتخلصوا منه. عادة البليك هذه ما فيها ما يعيب بشكل كبير، فإحنا نجيبها في المزارع هنا لكبر الأسوار، يعني المزرعة ممكن تكون حين 15,000 20,000 كيلو متر مربع، صعب أن احنا نسورها بقيمة البليك اللي راح يجي من المصانع. طبعا ايش زي ما انتم شايفين احنا بنينا السور، وبنينا سور ثاني برضو خلفه، وقفلنا المزرعة كذا. وطبعا بتكلفة قلت كثيرا عن التكلفة اللي كان مفروض راح تكون لو جبنا من السعر الرسمي او البليك الجديد جدا. في الزاوية هناك راح نحط ملحق للرجال، عبارة عن مجلسين وغرف وحمام عزكم الله وغرفة للحارس. تحت هنا راح نسوي عشش، طبعا بس هذه راح نسويها ببلك ثاني غير البلك الاسمنتي وهو البلك الأحمر، لأن بالصدفة لقينا أن برضو مصانع الطوب الأحمر بترمي البلك اللي يخالف مواصفات المقاييس. يعني لما تكون في البلكة عيب بسيط، كسر في الزاوية خفيف، يتخلصوا منها لأنهم ما يقدروا يبيعوها للزبون. فهذا البلك احنا جبناه، طبعا انتم عارفين بالسيارة عندي، وطبعا تكلفة قلت كثيرا. البلك هذا في السوق من 4 ريال إلى 3 ريال أنواعه للحبة. البلك هذا عازل للحرارة وممتاز للملاحق، راح يكون حلو، وبرضو حتى للعشش راح يكون ممتاز. زي ما انتم شايفين البلكة تقريبا كاملة ما فيها اي عيب، الا اشياء بسيطة ممكن البنا يعالجها بالاسمنت، يعني زاوية بسيطة، كسر بسيط في الجنب. زي ما انتم شايفين البلكة يعني نسبة 90 أو 95% ما فيها اي شيء يعيبها. يمتاز البلك هذا لانه مفتوح من جهتين، يعني ممكن احنا في العشش نخلي الفتحة الهواء يخش يدخل في العشة ويطلع منها. نفس الشيء برضو الملاحق راح يكون عازل الملاحق وحامي الحرارة وأقل التكلفة. يعني البلك هذه لو حسبنا حيكون علينا بس حساب الوقود اللي جابت السيارة والجهد البدني، طبعا نعتبره رياضة وصحة. إن شاء الله راح أوريكم المكان اللي أنا جبت منه البلك ومدى روعته صراحة، وراح يكون حل لكل واحد عنده مزرعة إنه يجيب من مخلفات المصانع الرجيع أو السمون الكسر أو أي اسم كان. إن شاء الله الآن نروح مع بعض لموقع تجمع المخلفات هذه وأوريكم كيف جبناها. قبل نروح لمكان المصنع، هذا كسر سيراميك، راح المبنى اللي قدام هذا راح نسرمكه بالكسر هذا. طبعا راح يقلل التكلفة تماما، اللهم أجرة المبلط، والباقي زي ما انتم شايفين احنا جبناه من نفس المكان برضو اللي فيه مخلفات البناء. هذا بيت مزرعة او غرف في مزرعة، مو شرط انها تكون المبنى هذا تم بنيانه ببلوك مستعمل، والان احنا قادرين الحين نحط ارضيته كامله بالسيراميك المكسر هذا، وراح يكون شكله جميل جدا لان سبق سويناها في مكان اخر. الكسر هذا برضو ما كلفنا شيء وراح تقل علينا التكلفه كثير جدا. يلا هناك نروح. وصلنا هنا، هذا مكان اللي ترمي فيه المصانع البلك اللي مو عاجبها. يعني حتى لو تلاحظ هنا بلك رصيف، لو انت تبغى تسوي رصيف مديك تيجي تاخذ بلك رصيف من هنا، البلك اتوقع ب 10 ريال قيمته. هنا البلك الاحمر بحر من البلك، بحر يعني زي انا بلف بالسياره وبخلي الكاميرا هي اللي تتكلم. يعني ليه انا جبت الموقع ده؟ زي ما انتم شايفين يجيبونها بالربطه احيانا، بس لما يرموها تدشدش، يكون هو مواصفاتها مي عجبتهم فتجلس هنا. هنا نجي ناخذ البلك وننقي، وعلى فكرة احنا ننقي منها البلكة السليمة كمان. يعني ايش زي ما انتم شايفين هناك في بلك ورا وفي بلك هنا،
ونمشي بالسيارة كذا نشوف مع بعض. سليم شحنة سليمة تقريبا هناك ورا، وفي هنا شحنة سليمة ثانية ورا في الأخير هناك. هذا سيخ حديد برضو لو صاروخ، وأحيانا تصير كمية كاملة في تقصقص الحدايد هذه. هذا حديد مسلح يعتبر درجة أولى. أنتم لو تلاحظون فيه كله أسياخ، بقايا أسياخ، يعني ممكن هنا تعبي سيارة. طبعا هذا هنا جزء المكان اللي فيه الحجر هذا او المخلفات هذه مكان ثاني غير مكان البلك. هنا نكمل موضوع البلك، فيه شحن تجي كاملة، ولو تنظرون في الخلف هناك فيها بلك كامل جميل جدا، يعني ما هو متكسر يعني. وعلى فكرة حتى لو تاخذ نص بلكة راح البنا يتصرف معها. فهنا لو تلاحظون في بلك كامل زي البلك هذه، وزي البلك اللي انا وريتكم اياه في المزرعه. فهذه انا تقريبا مشيت عليها كلها يعني. هنا فيه بلك، البلك هذا عازل وممتاز للمباني. احنا طبعا زي ما قلنا مباني مزرعه، ما تحتاج يعني ذاك التكلف في الصرف. مزارع تصرف كثير يعني، ف ممكن ايش تاخذ اموال طائله يعني، خصوصا انه اللي ما معه سيوله يعني ممكن، واي سيوله تبلعها المزرعه. واهل المزارع عارفين ان موضوع الشغل في المزارع، وزي ما قالوا حلال تكده وحلال يكدك، يعني المزرعه تاكل كثير. فهنا عندنا ماده خام جاهزه وقابله للاستخدام مره ثانيه، وانا شايف انها فرصه يعني. فعشان كذا المصنع ايش يسوي؟ المصنع يجي بلدوزر، ولو تلاحظون هناك وراء فيجي بلدوزر يحرص انه يدشدشها لنا عشان ما ناخذ منها شيء، لانهم اكيد لاحظوا ان احنا نجي بالدينا ونعبي ونروح، ونجي نعبي نروح. فاكيد قالوا ايش انه لو استمرنا على كذا ما حد راح يعني، ممكن تصير موضه وتمشي في العالم كلها، وانه يجي خاصه ان هنا منطقتنا هذه اغلبها منطقه مزارع، يعني في حاجه للبنيان المزارع، فالناس بتدور على اي شيء. لما بسوي عشه ولا بسوي مظله ما راح اشتري بلكه ب 4 ريال ولا 5 ريال ولا 3 ريال. شوفوا الاسياخ اللي هناك، برضو في اشياء كثيره. انت ممكن تجي هنا وتلاقي حاجات ثانيه غير البلك. فيه ناس يجون ياخذون خشب حق المباني، واهل المزارع برضو يجوا ياخذون خشب حق العشش، ومن العشش البلكشات المستخدمه المرميه ذي. اشياء كثيره هنا ممكن تكون غير برضو غير البلك يعني. فهذا هنا المكان اللي ممكن تلاقي فيه بلك. هنا نجي موضوع السيراميك. طبعا هم كانوا يكبوا سيراميك هنا، واكيد غيروا المكان الحين. هذا السيراميك اللي باقي، احنا شلنا اخر مره شلنا من السيراميك من اللي هنا. ورا هنا في طبليات، تشوفون المدشدش هذا الاحمر، راح تلقون بلدوزر هم يجيبوا لما يجمعوا شحن بلوك يحرصوا ان البلدوزر يجي يطحنها يسويها بالارض. فنظروا الاسلاك الخضراء، حتى الاسلاك الخضراء تشوفونها اللي هي الربطات حقت البلوك، في عماله يجوا يجمعها في زاويه هناك، ولما تجتمع يربطها، ولانها برضو تستخدم اعاده التدوير مره ثانيه. يعني ايش؟ فلوس مرميه، بس من يقدر الفلوس هذه؟ هم العماله، ويشكرون عليها لان هذا تلوث بيئي يعني. فالربطات هذه شوفها جايه هنا دشدشها البلدوزر وساوى البلك بالارض، البلك اللي انا وريتكم صور منه. ويجون العماله مثلا ويجمع اللي هو الربطات هذه، شوف جمع هناك في تجميعه وهنا في تجميعه. ولما تجي السيارة طبعا تلاقي العامل اللي يجمع ما معه سيارة، يحتري لما تجي السيارة اللي تشحن له فيجيبها هنا، يشيل الربطات هذه ويرجع يبيعها للمصانع مرة ثانية، للشركات اللي تصنع الحاجة هذه. هذا حبيت أبينه،
وان شاء الله يكون فيديو يفتح باب على احد عنده مزرعة، عنده عشش يبغى يبنيها، عنده اي حاجة، المصانع حقت الطوب، اي تجمع مصانع الطوب راح تلاقيه مكان يكبوا فيه وراح تقدر تستغل الفرص. شوفوا هنا السيراميك هذا من تجمعتنا احنا يعني، بس تلاقي نسيناها يعني. فكل عام وانتم بخير والله يعيد علينا وعليكم بالعافية ان شاء الله، ونلقاكم على فيديو ثاني ان شاء الله.